أمي خلصنا بقى والله ده خلقي من هذا الوضع. ليكي أمي شكلك نسياني ابنك مين بيكون. إذا من شهور ما رحت على الشركة مو تعامليني كأني مراهق بالثانوية وماني ولد صغير قدامك تشديه من إدنه وقت يلي أنت بدك. أنا هلأ مطلق، زلمة مطلق وحر، ما بتقدري تتدخلي فيني وما فيكي تتدخلي بأي شيء بحياتي. إيه نعم، شفنا شو صار وقت اللي ما تدخلت. ابن الجيران الشوارع علق معك قدام بيتك. لا تخافي من هذا الولد، ما رح يحكي، لو بده يحكي حكى امبارح. ما رح يحكي، أنا رح أحكي. شو عم تقولي أمي؟ ما فهمت. فهمك. أنا اللي رح بلغ عنك. يا سلام، بدك تبلغي عني؟ هي هي خطتك؟ إيه نعم، رح بلغ عنك وبتعرف شو رح يصير بعدها. رح نطلب من مركز تشغيل الملاحة يكشف لنا مكان ما كنت. حضرتك وين كنت مبارح؟ وطبعاً هديك البنت وين كانت كمان؟ وهذا الإجراء فوراً رح يثبت لنا من خلال إشارات المحطة الأساسية، والنتيجة هي مخالفة لأوامر الأبعاد. وطبعاً الطرف الثاني بالجلسة الأولى رح يلعبوا على هذا اللقاء السري. ليكن عم يتقابلوا بالسر؟ معقول من شان هيك اتطلق؟ ومعقول البنت من شان هيك قالت إنه مو هو اللي عملها؟ وبالنهاية شو رح يكون قرار القاضي بوقتها؟ ما حدا بيعرف. انتي ما بتبلغي عني، حتى لو قطعوا لك راسك ما بتبلغي عني. صح، ما بعملها، بس مجبورة لأنه ما بدي شوف ابني عم يقطع راسه بإيده قدام عيوني. بعملها، وبعملها بأبشع طريقة. بدل ما احترق كل يوم بحترق بيوم. انت جدية؟ جدية. اذا ما قبلت العرض تبعي رح كون جدية اكتر. شو العرض؟ بتحبي جيب لك شي ريم خانو؟ لا شكرا. ليك التانية عم تطلع على الشنطة. صرت سيري على كل لسان، شو أعمل بحالي؟ ريم حبيبتي شو صار؟ يعني تزعلنا مرة تانية؟ ليكي أنا ما عم طالع عصبيتي من أبي فيكي، وأنتي متعصبي من ابنك اللي عم يتجاوزك وتجي تطالعي خلقك فيني. بطل حتى يخجل واحد وقح. ليش بده ينكر؟ ليش مين انتي؟ برأيي وقت قالك جملة طليقتي ما بحقلها تحاسبني كانت أكتر جملة بيقول ابني بكل هالفترة، منطقية وبمحلها كتير. تعالي عادي جنبي لنحكي شوي. تعي خلي ابنك لكان يختنق بمنطقه. منيح مانو عم يختنق بمنطقه، عم يختنق بوجع الحب. شو قصدك بوجع الحب؟ يعني ما شفتي كيف صارت حالته لوين وصل بعد ما طلقته؟ بعد كل هالسنين ما قدرتي تفهمي لابني. طلقتيه بلا ما يرفلك جفن، تركتيه وبعد يومين تشتت تماماً مثل مراهق بالابتدائي اللي شد شعر البنت اللي معجب فيها وبعدين زعل من حاله كتير. ابنك رفع إشارة النصر من بعدي. آخ منك يا ريم آخ. هو مفكر حاله عم بيعاقبك بإشارة النصر اللي سواها. عم يتصرف مثل الأولاد، فهمي بقى. أنت هلأ ضربتيه برجلك ووجعتيه بضربتك، وغيابك كان كتير تقيل عليه، وما عاد عارف شو بده يعمل ليضل صامد قدامك. غيابك كان قاسي عليه. والله ابني كتير مسكين. ما عم يعرف شو يعمل لحتى يواسي حاله، وبالآخير راح برجليه على العنوان الغلط. غبي. غبي ماشي غبي، بس مانو الغبي الوحيد طبعا. شوفي من ورا كبريائك لمين تركتي الساحة. باللحظة اللي درتي ظهرك فيها هاي البنت هوب رجعت على الساحة، بس ما قالت في عندي قضية، ولا قالت أجهضت ابني، ولا قالت انكسر عظامي. هي قالت الكرو بس. بلا كرامة. حكيك مزبوط.
بس بتضل أذكى منك. والأسوأ من كل هاد، مركزة على الهدف، هدفها إيلكر، ابن اللي حتى عن وجعه ما عم يعرف يعبر صح. الزلمة عم يتلوى من عذاب الحب، وقت ما تكوني جنبه ما بيقدر حتى ينام على تختكن لحاله، وبغيابك بتضيق الدنيا عليه. قلبه مكسور، طفش من البيت وطلع على الشوارع، وصل لآخر القاع، وبغيابك انتي مين ضل معه؟ وقت غبت البنت وقفت جنبه لحتى تعبي له الفراغ اللي انتي تركتيه، وعم بتخطط لحتى تاخد مكانك. هاد فلتان يلي عم تعمله البنت، فلتان. بس الأفندي إذا اقتنع بهالتفاهة بيكون ما بيعرف يعيش وجع الحب باحترام. ليكي يا عمري، رح أعطيكي سر عن الرجال، بس بتمنى تفهمي كتير منيح. الرجال اللي بنجرح كبرياءهم من الزواج، البنت اللي بتطلع بوشهم بيحبوها، صح هي سفالة، بس قلب الرجال كلهم بينبض بكبرياءهم. وإنتي شو عملتي؟ بتوقيع منك هاد الكبرياء انجرح وانكسر. بس كبرياء ابنك كبرياء متنقل. أنا ما رح أتصرف وكأني خايفة منها، وروح داوي كبرياء ابنك، بدك ما تواخذيني. ريما طلبت منك أصلاً، وإذا أنت عملتيها رح وقف بوشك، رح أقلك شو عم تعملي. ليكي، هو بصراحة بيستاهل الجرح، تركيه ينزف. بس ليكي، إذا شفتي بادر بخطوة صغيرة أو فتح باب الأمل شوي، ابنك ما رح يبادر بشي بنوب. لا رؤي، رح يضل عم يتولدان. مو مزبوط، تجاوزنا هالمرحلة وليك وفوق عم يتلوى بنار الحب والعذاب. أمي، ريم راحت من عنا الشي؟ أمي لا تخلي ريم تروح من عنا. شفتكن تاركين مليون مرة ومرة، بس بعمري ما شفتوا هيك. بودي أقول خليه يحترق، بس في خاطر لهالسنين الواحد بيتأثر. وأنا هاد رأيي كمان. هلأ إذا تنازل إيلكر وإجا لعندك، شو بتعملي؟ رح ترجعي تغلطي وتبعتي لعند البنت مرة تانية؟ آه؟ شو رح نعمل هلأ؟ رح نرجع نتزوج؟ ما رح ترجعوا تتزوجوا، لأنه أنتوا أصلاً ما اتطلقتوا على القليلة بشكل رسمي، لأنه لحتى يتأكد ويتثبت الطلاق بشكل رسمي بيتقدم طلب تنازل، وأنتوا ما قدمتوا هالطلب. ونحن رح نروح على القسم ونطلب إلغاء الطلاق، ورح يكون القرار التغى قبل ما يتنفذ، وهيك بتكملوا زواجكم من محل ما وقف.